تحتضنه. فقال كعب: لا أنساها لطلحة. مواقف الجبر في تلك اللحظات لا تنسي. لما تأمر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو خارج من مكة إلى الغار، التفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. النبي صلى الله عليه وسلم حزين وزعلان ومضايق أنه خرج من مكة. هنا تأتي المواساة الربانية، هنا يأتي جبر الخواطر، ولكن من من؟ من الله. لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني في يوم من الأيام هترجع لمكة اللي أنت بتحبها. كلنا بنحتاج لجبر الخواطر، كلنا بنحتاج اللي يقف جنبني، اللي يكون سندني، اللي يطبطب علينا، اللي يحتويني، اللي يمسح دموعني وقت ما تكون الدنيا فايضة بينا خالص. كلنا بنحتاج لأقل كلمة، لحد يحسسني إن هو بيحبنا من قلبه. جبر الخواطر السنة المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحكي لكم قصة، القصة دي عجبتني وقلت نقولها ليكم. دكتور أخصائي بيقول: اتصل بي الشيخ الشعراوي عشان يحجز كشف عندي. فقلت له: لا والله يا مولاني، أنا من سيأتي إليك، أنا من سيأتي إليك. ورحت له وعملت اللازم، ثم سألته: ما هي أفضل عبادة يا مولاني؟ تقربنا إلى الله. وخاصة الدكتور بيقول له: خاصة إنني في أواخر العمر. فنظر إلي متبسما وقال لي: خمن. قلت له: الصلاة؟ قال لي: لا. الصيام؟ قال لي: لا. العمرة؟ قال لي: لا. ثم قال: أفضل عبادي هي جبر الخواطر. فقلت له: كيف؟ وإيه هو دليلك على الكلام دي؟ فقال لي: قال الله: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني يطرد المساكين ولا يطعمهم ويكسر بخاطرهم. أثر فيا كلام الشيخ كثيرا، وقمت عشان أمشي، وقمت عشان أروح. وأنا ماشي بالعربية، وأنا ماشي بالسيارة عشان أروح على البيت، تذكرت رسالة من جار بيقول فيه: حمات عندك في المستشفى، يا ريت تشوفه وتطمنا عليه. فبدل ما أروح على البيت قررت إني أروح المستشفى عشان أطمن على حماتي. المهم يلا وصلت المستشفى، حسيت بألم شديد في صدري، فأيقنت إنها جلطة شريان القلب. فطلبت من الدكتور المقيم، طلبت من الطبيب المقيم إنه يعطيني الدواء الفلاني بسرعة. فخدت الدواء وهديت خالص وقيت كويس، وأيقنت أن لولا ذهابي للمستشفى كان زماني مت في السيارة، عشان المستشفى أقرب من البيت، كان زماني مت في السيارة. رحت عشان أصبر بخاطر الست، فربنا وقف معاي وأنقذني من الموت، فربنا وقف معاي وأنقذني من الموت وجبر بخاطري جبر الخواطر.